شعب الله المختار. هذه أولاد يوسف ابن أبونا إسرائيل، إبراهيم البكر في سوريا ومنسى في لبنان. مالكم هيك ما بتحترموا دينكم؟ بصوا يا مسلمين، ما تنفعوا ترجعوا تاني من أهل الذمة، وهذا ما قاله الله. لكن تنفع أن أنتم ما تظلموا حدا. أنتم عندكم أن الله قال أنه يحييكم تاني ويموتكم تاني. هذا اللي دخل في راس البعثيين مفهوم غلط، لكنهم بيقولوا في الله وان الله يحييهم. هذا ما هو كافر، الكافر عابد الوثن. احنا هون في مصر بنعبد الله، احنا اللي قال علينا اعداء الله. فهمنا الاكراد يقتلونكم في كل مكان، وفي العراق استعملوا السنة ودلوقتي بيعملوا ايش فيكم؟ بيقتلوكم. في اليمن خلوا الحكومة تذهب تصلح النفط، قتلوهم وقالوا هذا البترول في اليمن ما ملك السنة الكفرة، هذا ملك إيران. أنت يا سنة يلي في سوريا ما بتعرف الله بيعمل فيك إيه؟ الله بيقتلك لأنك حميت عبدة الشياطين لعبوا في راسك. مو أصل الشيطان ده عنده حيل كتير. هو ربنا قال يوسف ابن ابونا اسرائيل ما كان عنده، هذا جدك، وما كان عنده وصيه تقول له ما تزني، لكنه قال لمرات فوتيفار ما بزني، لو ما بزني انتوا ليش عاملين هيك؟ بتقتلوا لحمكم ودمكم؟ يا بتوع احياء عند ربكم يرزقون. يوسف ابن ابونا اسرائيل عند الله بيبكي ويعيط على عياله. مين نشف النار عندكم خلتكم تشحتوا من الناس اللي قتلتوهم؟ هو الله. انتوا اغضبتوا الله بكرهكم. فين صلة الرحم؟ فين لحمك ودمك؟ بشار ما هو كافر، الكافر الأكراد، من هم حق يدخلوا عندكم؟ انتوا ما بتفهموا. الله قال للي هم بيأمنوا انه الرب يسوع المسيح الابن جاي، هم اللي هيقوموا، ما كل واحد هيقوم. اليهودي اللي بقوا مسيحيين ما هيقوموا تاني، هستنوا للقيامة. اللي هيقوموا عشان يتعمدوا يبقى مسيحيين هم اللي مأمنين ومنتظرين، وهذا في حسقيال 37 وعندك، وقلنا الكلام ده. ما بتفهموا، ما بتسمعوا أخبار، ما تعرفوا هون في مصر خدعوا المصريين والمسلمين بإيديهم، سلموا حالهم لمرسي وإيران. إيران ما بتسند بشار، إيران بتكشكشكوا على بشار. وهذا ما قاله عمرو موسى في البي بي سي يوم 22 يوليو، وخلى شباب الثورة 23 يوليو يقتلوكم. المرأة العاهرة اللي لابسالكم طرحة طويلة، هذه رئيسة الزواني في الدور 13، بتقتلكم كيف؟ بتقتلنا لأن احنا أهل الذمة بنحميكم، احنا المسيحيين وهكذا اليهود. اليهود ديلهم 42 سنة بيكفلوا تمهم، وقاعدين بين السعودية وبين إيران، أمهم من إيران وأخوهم شمعيل في السعودية، يدفع 5 مليون كل شهر عشان مين؟ ما بعرف دولار او جنيه عادي، لكن عشان مين؟ عشان اخوه. حب قريبك كنفسك. انت ليش ما بتحب قريبك؟ الله قال لك ايه؟ قتلوا السادات هون الارهابيين العثمانيين المندسين في وسط المسلمين اللي بيهجوا مع المسجد الاقصى، عاملين ضفاير هون وشنب ودقن ومسكين الانجيل ومقصصين منه. وهذا الخلاف اللي بينه وبين الكنيسة الانجيلية، انها واخده الانجيل ناقص من الثمرة الزانية خالة اليهود. هما ما يهود، هما بيتجوزوا 10. هذا هو العثماني اللي بيكفرك، اللي قتل السنة في سوريا ورصصهم زي المحشي، قتلهم في العراق وباع البترول. منه حق ياخد لا في العراق ولا في سوريا، هذا الله طرده من شره ومن وساخته الى ايران، باكستان، افغانستان، الهند، الصين، اندونيسيا. منه ياخد خالد مشعل يقول له يا اردوغان زي ما استعمرت تركيا وليا عثمانية لايران تعال هون عشان غزة حسن محمد عباس السنة. قال له انا ماني سنة، انا ماني كافر، ده انت اللي بتضرب صواريخ وتجري زي الفيران في عربيات الاسعاف. ومع ذلك هذه العاهرة التي تلبس لكم اليونيفورم بتاعها وتضحك عليكم، قالوا خالد مشعل اذهب يا كلب الى السعودية وتعال هون على مصر في المطار عشان يقولوا ان انت سنة. ما هو سنة، هو قال السنة الكافر وهذا عباس. بس الاطماع، كل انسان بطمع في اشي. الله هو اللي ضربكم نشف نهركم، هديلكم 8 سنين ونص ولا 9 ناشفين،
ليش؟ الله هو اللي بيعطي المياه، الله هو اللي بيعطي الخيرات، ولا انتوا خلاص ما بتؤمنوا بربنا من كتر الاكراد؟ مين هذا حسن نصر الله الذي قال له الشيخ الشيعة قد نفذ صبرا عليك؟ بيروح يضرب من عند السنة، يروح يهود ضربين، رد عليه ما نفذ صبرنا، قال هذا شيعة وصلهم معلومة، راح يضربين الشيعة. اخيرا عرفوا الشيعة لما سمعوه من الاقمار وهو بيقول ضحكت على اليهود مرتين، خليتهم قتل السنة الكفرة والشيعة الكفرة. هذا هو يساوي القذافي، واشترك مع القذافي في قتل شيخ شيعة في ليبيا. انتوا ما بتفهموا؟ الله يبارك، الله يبارك صدام اللي رشهم بالبيرسول، واللي بيمشي وراهم الله ما يبارك له. صوموا صوموا من اجل الله 3 ايام، انا مخليها العالم كله يصوم عشانكم، جيراني مبهدليني، انا دي لي 8 شهور جيراني ما بيناموني الليل، حرميت القوات المسلحه هون في 23 الطباخ وفي 10 روبي زيزي اللي اوباما ماجرها في 100 عمليه ارهابيه. ما عندكم عقل؟ ما بتحترموا دينكم؟ بص على دينك، بص على دينك، وصية الله ما بتتغير لا بمعاد ولا بغيره. لما يقول لك حب قريبك حب قريبك، هو ما كافر، اللي كافر هو اللي بيزرط لربنا ويلغي قدرة الله. فوقوا فوقوا، حرام عليكم الدم اللي انتم بتسيلوه. الله بيقول ان ابراهيم ابن البكر الاسد، حرام عليكم، حرام عليكم لحمك ودمك اللي بتهدروه عشان الناس بيخدعوكم. ليش بتتخدعوا في كل مكان؟ ليش؟ الله يهديكوا على روحك، والله ينتقم من اللي مصر يمشي بسكة الهلاك. الطمع حاكم نفسه أفضل من حاكم مدينة. ما تتبع الشيطان حتى لو هيديك كنوز الدنيا. فوقوا يا أولاد يوسف ابن أبونا إسرائيل، ما هتتركوا الزانية العارة، روح الزانية اللي كان في مرات فوتيفار ما هيتركوا. فوقوا وارجعوا روحكوا أحسن، هيفوت الأوان. أنتوا ما بتعرفوا الله ضرب ليه السنة تاني في لبنان بهذه السيول؟ لأنهم سبع حسن نصر الله يضرب، بس هذه المرة اليهود ما ردوا. عارفين ليش؟ لأن عارفين إن السنة ما ليهم ذنب، وانت ليش بتسمح له؟ فيأتي عقاب الله، ما تخلوا الله يبقى عدوكم. فوقوا من الغيبوبة اللي انتوا فيها، الله يعطيكوا العافية. كفاية دم هذا بسبب ابو بشار اللي عمل غبي، اما بشار فشحت لكم العالم كله. عارفين يعني ايه المزارع ما يبقى فيها مية؟ الغني مثل الفقير، الجارية مثل ستها. فوقوا الله يعطيكوا العافية. لما قالوا للبابا قول ان السعودية واليمن مش من اشور، الله ضرب حرق موت بمية من فوق وتحت. فاكرين ده عشان الزانية قالت قولوا للبابا يقول، هذا منه سحر انا اقوله هو يفكه. هذا كلام الله ما بيتغير. لا تزني لا تزني، حتى لو رحت اوروبا وعندك هناك القانون بيقول لو هي اشتكت والدنيا برد تقول معش يا رب اصل الدنيا برد. قوانين الله ما بتتغير ولا بالزمن ولا بالوقت. حب قريبك، ما تحزن. يوسف ابن ابونا اسرائيل لو احياء عند ربهم يرزقون، بيبكي ليل ونهار. انا دارسه 7 اديان مقارنه، والا كنت قلت هذا هو دينكم. ما في دينكم فر وكر. الله قال اطلع برا الاطفال والنساء، انتم الان مستحقين لان انتم تترشوا بيرسول، لكن لانكم بتحموا ناس اشرار. وهذا ما قاله الله، انت بشار الاسد بيراعي الله فيكم، لكن انتم بتروحوا تقتلوا من حقه يدافع عن نفسه. فوقوا فوقوا، بتنهش لحمك ودمك عشان تسلم روحك لإيران. عارفين نجاد بيعمل ايه فيكم يا مسلمين؟ بيسلخ ويحط مسامير مصدية ومية نار. اسألوا السنة اللي في إيران ان كنتوا عندكم مخ تعقلون، انتم مش عايزين تفهموا. هو ما بيسند بشار، هو بيودي له سلاح ويخلي ناس من عنده خونة ياخدوه يهربوا على تركيا. اللي سند تركيا وانقذوا هم اليهود، وكانوا بيدعوا لهم بعد ما قعدوا 3 ايام تحت الارض، قالوا مش عايزين اردوغان، قال خلاص هاتوهم. ما رمى اكل وجري، حفر وطلعهم هون، لا هنا حته ضعيفه هنا كذا، وترفض بسببها ناس في النيل اخبار هون. الناس دي اشرار من 42 سنه من ساعه ما هجموا على السعوديه وحرقوا القران وقتلكم، وقال فرنسا تعاون، وقف اليهود بينكم وبين ايران. ارحموا نفسكم ودينكم، حرام عليكم اللي بتعملوه في روحكم، هذا حرام حرام.